الو الو زبطوت، دكتور اذا توت لايف عامل ايه؟ بس جاي خلاص. عامل ايه يا لوكا؟ يا كابتن لؤي وائل، من مساء الفل عليك حبيبي يا كابتن هاني، مبسوط انا معاكم ومع هشام وقناة النادي الاهلي طبعا، وبمشي على ايمن وياسر طبعا. يعني حبيبي يا لؤي، حبيبي يا لؤي، دول بقى كابتن ايوه يعني مش قادر اوصف لك لؤي الصاحب المقرب لايمن اشرف كده والله العظيم. يعني لو اتكلمت مع لؤي تحس انك بتتكلم مع ايمن، اسرارنا مع بعض، هما الاثنين واحد، حتى في طريقه الكلام والهزار والضحك واحد. يعني احنا من الصحاب المقربين ليا، يعني اخويا يعني من زي ما بقول فترات طويله. يعني لا احنا فترات طويله. بالكوا قد ايه؟ بالكوا قد ايه لؤي؟ بتتلخبط ما بيننا، يعني دي حقيقه بيتلخبطوا ما بينكوا. ها يا لؤي، تقول ايه للكابتن ايمن؟ طبعا يعني والبطوله التاسعه الغاليه، شفت الماتش ازاي؟ تابعته ازاي؟ ردود افعالك، اتصلت بايمن قبل الماتش بعد الماتش؟ قول لنا برضو، قضيت ال 48 ساعه ازاي دول؟ لا طبعا كان حاله توتر طبعا بالنسبه لي انا شخصيا، يعني مش طبيعيه. يعني انا عمال اقول ربنا يكون في عون اللعيبه طبعا على الضغط اللي هم فيه والمسؤوليه. كلمت ايمن قبل الماتش، قلت له يعني ما فيش حل غير ان انتوا ان شاء الله تكسبوا. انتوا هتزعلوا 70 مليون واحد لا قدر الله ماتش طلع بنتيجه سلبيه. وقال لي لا احنا عارفين، واللعيبه كلها على قد المسؤوليه، واللعيبه كلها عارفه والله من غير ما انا بقول، كله مركز وكله عارف هو هيعمل ايه، وكلنا عايزين نعمل حاجه للجماهير دي عشان ما حدش يروح متضايق ومحدش يزعل ولا يبات متضايق خالص. وفعلا والله يعني انا كنت باين على ايمن وباين على اللعيبه كلها، حتى لو الكره مش ماشيه بس بتمشي رجوله، يعني اللعيبه بتلعب بكل قلب وكل روح، وكان شفتهم ان هم يعملوا حاجه فعلا. يعني اي يعني نعم ايمن يعني كان ماشي، مش هقطع فيه بس بحبه. بس انت حسيت انه خد راحتك، انا اتحركت من مكاني عشان عارف انك هتقطع. لا هو الجاكيت بس الملفت شويه، بس الجاكيت الملفت شويه. افتح الجاكيت. الجاكيت اللي هو لابسه ماله؟ حلو كده. انت ايه بتتفرج؟ يا لؤي، لؤي لا ايمن صارف، يا لؤي ما تقلقش، في صرف خلاص. مالي يا كابتن؟ عامل شعره وحالق ده ومظبط. في صرف، في صرف يا ابني، انت عايز ايه مني يا ابني؟ ولا كده عاجب ولا كده عاجب؟ كمل يا لؤي. انت لؤي ابن من ابناء النادي الاهلي، وعايزك توصف لي بقى شعورك في الدقيقه 85 مع قفشه. لا انا نطيت، من على الكرسي. انا كنت قاعد مع اصحابي بتفرج، جبتهم وقعدت نط في المكان اللي كنت بتفرج فيه، يعني من الفرحه بصراحه. انا كان هيجي لي حاجه في قلبي ساعه الكوره بتاعت حسين لما جت في العارضه وردت، بس الحمد لله ربنا كرم بكره قفشه، الحمد لله ان هي دخلت. ويعني بصراحه أنا عملت احتفال ما حسيتوش من ساعه الجول بتاع كابتن ابو تريكه في 2006. يعني نفس الاحساس كان شبهه كمان. بالظبط بالظبط بالظبط، ونفس الصعوبه. بالعكس الماتش ده يعني اصعب بكتير من ماتش 2006 بالنسبه لي. يعني ماتش اصعب كتير عشان كان حيثياته كتيره جدا، بس الحمد لله اللعيبه كانت رجاله كلها بلا استثناء، من اول الشناوي لحد مروان قدام اللعيبه اللي نزلت. وياسر وايمن بصراحه ما شاء الله عملوا ماتش كويس جدا، كانوا متألقين كالعاده. يعني الحمد لله. كان قلبك حاسس كنت ان احنا هناخدها السنه دي؟ كان قلبك حاسس امانه؟ الثالثه ثابته بقى، كان خلاص اتوقع ان شاء الله يعني. واللعيبه ما شاء الله كانت في ثقه وفي اداء، فالحمد لله حسيت ان الدنيا، لا الكره عايزه الاهلي، فالحمد لله. دي كانت بتبقى باينه يعني في كور كتير ان الكره، لا ان شاء الله يعني هتمشي مع الفرقه يعني. وقد كان الحمد لله وربنا كرم بالتسعه بعد 7 سنين ان هي تبقى موجوده في النادي يعني. فالحمد لله ان تيجي على ايد الجيل ده، يحطوا اساميهم في التاريخ كلهم ويبقوا موجودين مع النجوم الكتيره اللي خدت البطولات دي. فاعتقد ان دي يعني حاجه كبيره جدا تكتب لهم يعني. صحيح. عايز تقول حاجه للوالد؟ عايز اقول له بفكره لما كنت عنده في الجونه، انا اللي كنت موصله الاحساس ده. كنا بنتكلم على الماتش النهائي دوت، فبيقول لي انتوا يعني تركيزكم عامل ازاي وكده. قلت له ان شاء الله هناخد البطوله، يعني انا عندي احساس ده. كان امتى ايمن بقى؟ ده كان قبل ماتش، قبل ماتشين توجو اللي هو قبل المنتخب على طول. قبل المنتخب، قبل سفر المنتخب. قبل سفر المنتخب كان عندنا 3 ايام اجازه، فانا كنت قاعد معاه في الجونه. اوكي. قعدنا شويه مع بعض كده، كنت عنده. فقال لي لا، يعني قال لي شعورك ايه وكده. قلت له لا ان شاء الله انا حاسس ان احنا هناخد البطوله دي. فيمكن وكان وشه حلو عليا يعني. قضينا اجازه كويسه مع بعض. بتقولها من ورا قلبه. وقت في الاجازه. في الاجازه والله. طبعا انا كمان. عدم طبعا على اكله سمك عالميا، انا عارف اكيد. طبعا. ده اساسي يعني.
لؤي طبعا لؤي انت طبعا واحد من ابناء النادي الاهلي واكيد كل بطوله كمان بتزيدك انت كمان اصرار وحماس ان شاء الله تقدم موسم طيب كمان السنه اللي جايه. نعرف برضو اخبارك ايه وان شاء الله بنشوفك يعني في فورم عالية. انا عارف انت سردباك على اعلى مستوى وفيك لعبك شبه ايمن شويه، فطمنا عليك برضو شغال ازاي الفتره دي. لا الحمد لله والله يا كابتن ان شاء الله لسه راجع من الاصابه الحمد لله، لسه داخل مع الفريق. كنت بتاهل بسبب الاصابه كانت عندي في ركبتي، بس الحمد لله راجع الحمد لله بشكل كويس. نلعب ماتشات وديه فان شاء الله السنه دي تبقى عامل سنه كويسه ان شاء الله، ان شاء الله لي المكان كويس ان شاء الله، وشرف لاي حد يكون موجود في النادي الاهلي ويعدي من قدام النادي الاهلي يعني، فمش كلام بس كده انت، بس دي حقيقه والله. انا عشت في النادي الاهلي لعبت حوالي 15 سنه، فحاسس كل احساس ايمن كان هو في الملعب وكل الرياكشنات اللي كان بيحسها اللي هو بيلعب وعمال له ازاي الروح والبطاليه، فكنت انا حاسس بالاحساس اللي هو حاسه ده، وكنت حاسه وانا قاعد بره يعني، وانا قاعد بتفرج حاسس بنفس الاحساس اللي هو حاسه وبيلعب بيه. ونفس الكلام للعيبه كلها بصراحه يعني، سواء اللي متربيين في النادي او من بره النادي، لا كلهم بيلعبوا بنفس الروح كانهم مولودين في النادي. ف اتمنى ان شاء الله ان الروح دي تفضل موجوده، طول ما الروح دي موجوده يعني هنضمن ان شاء الله بطولات كتير باذن الله الفتره الجايه، ونحافظ على مكانه النادي الاهلي كالعاده اللي هو دايما رقم واحد، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله يبقى موسم جيد لينا كلنا ان شاء الله يعني، سواء ليا في الجونه ان شاء الله ربنا يوفقك ايمن وياسر والنادي الاهلي يعني كله يعني ان شاء الله ان شاء الله. وياسر مش عايز تقول له حاجه؟ طيب اللي هو ايمن بس يعني اهو كمل اهو ضحك ليه؟ اهو ضحك اهو سكت. ياسر مش عايز تقول له حاجه يا كابتن؟ الشبكه ايه؟ قول مش سامع من الدي جي ولا ايه؟ انت مش عايز تقول لي انا حاجه؟ انت مش سامع من الدي جي يا لؤي؟ ما انت لؤي لازم برضه مش عايز تقول حاجه لياسر؟ قدم السبت عشان تلاقي لحد يقول حاجه لكابتن ياسر عشان كابتن ياسر يقول لعيبه الجميله يعني على مستوى الشبكه. هو اخذ وقت ليه على باله؟ مش عارف ده بيفكر ان ياسر هو اللي يقول له، عمال يقول لي قول وانا بقول له قول. لا انت تقول لياسر ايه؟ انا اقول لياسر لا ان ما شاء الله من اللعيبه الكويسه ما شاء الله، هو اللي مخلي ايمن شكله حلو يعني اصلا. لا اله الا الله. شكرا. هما الاثنين شايلين بعض بصراحه عشان ما نجيش على حد يعني. حبيبي يا لؤي ربنا يكرمك يا حبيبي ويوفقك كده يا رب ان شاء الله. حبيبي يا لؤي. حبيبي يا حبيبي وما شاء الله دايما متالق كده، ربنا يخليك يا حبيبي. بطولات كتير باذن الله الفتره الجايه كده مع النادي، ودايما كده بنفس الاداء والروح دي ان شاء الله. اللهم امين يا رب. اللهم امين. حبيبي يا لؤي باذن الله، وحمد لله على سلامه رجوعك ان شاء الله يا لؤي، وباذن الله يعني ترجع على خير ان شاء الله، تكمل على خير. شكرا ان شاء الله لؤي السنه الجايه مع الجون ان شاء الله.